السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم الآن السيارة أوبل كروس لاند الجديدة كليا، موديل 2021 بضمان منصور شوفورلي. زي ما حضراتكم شايفين العربية كده، العربية لون فراني فاتح، ادي حساسات الأمامية، وادي شكل الفوانيس، وادي كذلك الفولايت والحساسات التانية، ادي الشبكة الأمامية، ادي مفتاحين العربية، المفتاح نفس شكل مفتاح البيجو والستروين، وادي الليدات لما بفتح العربية، وادي جنط سبور بتاعها، وادي شكل فليشر، وادي الإزاز. هنبدأ نفتح العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بصمة. فتحنا العربية، ادي وحدة زراير خاصة بالزجاج، وادي التكييف، وادي وحدة إدارة إنارة السيارة، شكل الإعدادات. ندور العربية، ستارت إنجن، نفتح بصمة طبعا. إدي العربية دارت طبعا، في عدد الحرارة والبنزين والار بي ام وعدد السرعة، دي رقم خدمة تفعيل الضمان. شاشة تعكس عريضة طبعا، العربية سقف بانوراما، لكن ستارة بس متحركة، الإزاز ثابت زي ما حضراتكم شايفين. بحاول أن أقول لكم صورة واضحة من العربية من الداخل والخارج، بحيث تكون كافية لحضرتك كأنك شفتها بإذن الله وشفت تفاصيلها. بالنسبة للفنيات إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله هنبدأ نعدل موضوع الفيديوهات، وإن يكون في خصائص فنية في شرح الفيديو. ده شكلكم حافظة، وادي كمان التابلو زي ما حضرتك شايفين، ده زرار النار. بس هنقفل العربية، نبطلها، تكييف، ده زرار الاوتوماتيس، ودي اوضاع الفتيس، وادي الفراملات شكلها عامل ازاي. في جزء هنا بعلي وابطي بس المقعدة طبعا. دي الكنبة الخلفية، هي مفيش تكييف طبعا خلفي، في بس فتحة كده لوصلة شحن. الفرشة طبعا ستوب ومضلع وش زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الكنبة الظهر بتاعها منطوي، يعني انت لو معاك حاجة طويلة في الشنطة تقدر تتني ظهر الكنبة. دي علامة الأوبل، ومش زي الأوبل الإنسجنيا، لا فتحة الشنطة خاصة من تحت بجزء منفصل. فيها كاميرا خلفية طبعا، وادي الاكسسوارز بتاعتها. نفتح كمان فتحة تلاقي فيها ستيريو صغير، نزل لك على المرحلتين. الشنطة ان شاء الله واسعة، حجمها كويس جدا. هنا الجزء الخاص بالاكسسوارز بتاعت العدة والمفتاح العجل والكريت. كده نكون وصلنا لشرح الفيديو كامل، لحد مفيش حاجة. في زي ستارة كده تحت الشنطة. ده شكل العربية مرة ما شاء الله، عربية سيبية جدا، واسعة جدا، وعربية محترمة وناجحة عن الأوبل موكا بكتير. لاند الكروس لوند تتميز، كروس لاند سوري، تتميز ان هي عربية واسعة وعالية على الأرض. الكاميرا الخلفية، ودي اسمها كروس لاند اكس، دي الكاملة. حساسات العربية، ادي شكل العربية من الظهر ومن الجنب. اتمنى لكل واحد يفكر فيها تكون اختيار موفق. العربية ما شاء الله عليها الثبات في المشي، ده كمان يعني على اساس الناس اللي ركبتها من السواقين عندنا. ان شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك في كل واحد يفكر فيها وياخدها ان شاء الله. لا تنسونا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس، وكذلك الاعجاب بالفيديو. نقدم لكم الان العنوان الخاص بالمعرض، 30 شارع احمد عرابي المهندسين بجوار بيتك.